سيد رئيس الجمهورية أن اللجنة الوزارية المكلفة بإحصاء مناطق الظل عندما أتت إلى بلدية تامسة لم تحصي مناطق الظل ولم تحصي بلدية تامسة كمنطقة ظل. تامسة همت يعني كما جات اللجنة داوها المنطقة واحدة، هي في الأصل نورمال يمشوها مع مناطق أكل. عندنا حوالي 23 منطقة ظل، تامسة كومبلي منطقة ظل، الفيلاج منطقة ظل، هو بحد ذاته ظل. 2020 غاز المدينة بقرب من مركز المقر البلدية لا يتوفر، فهذا نوع من الإجحاف. نطلب من السلطات المحلية ومع الجمهورية الجديدة هذه إن شاء الله تلبينا هذا المطالب، خاصة وما ننسوش الحي عين تامسة كذلك، لأنه بقية ثلاث أحياء في بلدية تامسة لا تتوفر على الكهرباء. عندنا عين تامسة، عندنا منطقة محاقن، وعندنا كذلك منطقة النقب. منطقة النقب هذه ثاني فيها القطع الأرضية راه لحد الآن عندنا 200 قطعة ما توزعتش، ما نش عارفين المشكل وشنه علاه. عندنا كاين 700 مدرسة ابتدائية، التلاميذ يقطعوا 5 كيلومتر مشيا على الأقدام، وراكي عارفة هنا الشتاء صعيب شوية والطريق